جامع الزهراء يعني كان سعيدة اليوم بحضور الجمعية المصرية. وأنا سعداء. إن شاء الله تكون يعني ليك النهار اللي تم ديت كبداية للتوسع لحضور الجمعية على مستوى مصر. إن شاء الله يعملون فرع هنا ويعملوا فرع هنا ونجيب شرف والله، نتكلم على استعداد يعني. دي حاجة علمية كويسة جدا وملتقى بعلماء الأصول، ده حاجة يعني فيها إفادة للجامعة. شرفتوا لي أهلي وواقفين في الجامعة، بس عندنا الجامعة الجمعية